ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. دكتور عبد الله، أهلا بك معنا. وبعد التحية، كيف سارت عملية التأكد من جودة وسلامة ومأمونية اللقاح، وهل بالفعل تم ذلك بالتعاون مع الشركة المصنعة للقاح؟ تفضل. نعم، حياكم الله وأسعد الله مساءكم في كل خير. مثل ما جاء في بيان وزارة الصحة قبل قليل والذي نشر عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه بالفعل قد تسلمت وزارة الصحة ولله الحمد نتائج التحاليل للشحنة الثالثة، وهي الشحنة الأخيرة التي متواجدة حاليا في دولة الكويت للقاحات كوفيد-19 من منصة أكسفورد. وحقيقة هذه الدفعة التي كانت قد وصلت إلى البلاد مؤخرا منذ مايو الشهر الماضي، وكنا حقيقة منتظرين نتائج العينات التي أخذت من هذه الشحنة للتأكد من سلامة هذه الشحنة ومأمونيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية ولمأمونيتها ومطابقتها للجودة. وحقيقة هذه العينات كانت تؤخذ وتعاد لثلاث مرات لثلاث اختبارات وفحوصات كنا نعملها لهذه الشحنة. إذن نحن كنا بانتظار 9 عينات أو 9 نتائج تصل إلى البلاد، وهي قد جاءت على فترات متفاوتة، استكملت قبل قليل، وحقيقة نحن كنا بانتظارها وعلى تواصل مستمر مع الجهات المصنعة حتى تبين لنا ولله الحمد مطابقة هذه الشحنة للمواصفات الفنية القياسية التي كنا نطمح وننتظرها قبل وصول هذه النتائج. إذا الدكتور، نظرا لوجود أعداد كبيرة تنتظر تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، كيف ستسير عملية التطعيم لمواكبة هذه الأعداد؟ نعم، طبعا مثلما ذكرت قبل قليل أننا كنا بصدد انتظار نتائج هذه العينات منذ أيام حقيقة، وقد يعني تأجل تسليم النتائج عدة مرات. في تلك الفترة كانت الوزارة تستعد حقيقة لتجهيز المراكز ولإعداد الكشوفات والأسماء وكذلك إعداد طواقم العاملين في هذه المراكز لاستقبال أكبر قدر ممكن إن شاء الله من إخواننا من الشريحة أو الفئة المستهدفة لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19 من منصة أكسفورد. وحقيقة عملية إرسال الرسائل النصية التي تتضمن موعد ومكان التطعيم والفترة الزمنية قد فعلا أرسلت، وقد تواصل معي بعض المواطنين ولله الحمد مشكورين وأخبرونا بأنه قد يعني وصلتهم هذه الرسائل بالفعل، سوف تكون إن شاء الله خلال الأيام القادمة بما في ذلك يوم الجمعة القادم والسبت القادم، كذلك سيكون العمل متواصل بإذن الله تعالى في المراكز، مراكز الرعاية الصحية الأولية والتي ستعمل بإذن الله تعالى بالفترة من الساعة 3 مساء إلى 10 مساء. ستكون كذلك الجرعات متاحة في أرض المعارض في مشرف وهو مركز الكويت لتطعيم كوفيد-19 من الساعة 9 صباحا حتى 7 مساء، هذا بالإضافة إلى جسر الشيخ جابر رحمه الله وذلك بالفترة من الساعة 5 مساء إلى 10 مساء. هذا بالإضافة إلى كذلك الإخوان في القطاع النفطي الذين سوف يأخذون الجرعات في مستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت، وكذلك القطاع العسكري، بعض القطاعات العسكرية التي سوف تأخذ الجرعة الثانية من لقاح أكسفورد في المستشفى العسكري. كذلك جاري التسليم جرعات أكسفورد حتى يعني تغذي الجهة أو عفوا الشريحة المستهدفة للجرعة الثانية لإخواننا في المؤسسات الإصلاحية، هذا بالإضافة إلى دور الرعاية، لأنه إذا تذكرنا يعني قد قمنا بإعطائهم الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد. وحقيقة أود أن أذكر إخواني المواطنين والمقيمين الكرام إلى تنزيل تطبيق مناعة إن شاء الله تعالى خلال الأيام الجاية، مجرد ما يأخذون الجرعة الثانية مباشرة سوف تصلهم الرسالة وسوف يتم تحديث هذا التطبيق مناعة وسوف تصلهم رسالة استكمال التطعيمات حتى يستخدمونها في الأماكن والجهات التي تطلب منهم ذلك، شهادة استكمال التطعيمات بجرعتين، الجرعة الأولى والجرعة الثانية.